بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 26 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بالنسبة للآية الكريمة ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يقول: ما هي السبع المثاني ولماذا سميت بذلك وما فضل سورة الفاتحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السبع المثاني على القول المشهور هي سورة الفاتحة، لأنها سبع آيات، والقرآن العظيم بقية القرآن. وقيل السبع المثاني هي السبع الطوال، هي السورة السبع الطوال في أول القرآن، ولكن القول المشهور هو الأول، أنها سورة الفاتحة ذكرها الله جل وعلا، ثم ذكر القرآن بعدها تنويها بشأنها وبيانا لزيادة فضلها، وسميت بالمثاني لأنها تكرر في كل ركعة من الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ في سؤال له: اعتاد أخي في سيارته وخصوصا في السفر عند التنقل بين المدن أن يضع مصحفا صغيرا في درج السيارة، عندما سألته عن ذلك قال بأن هذا يحفظني حتى عودتي إلى بيتي. هذا لا يجوز هذا العمل، لأن هذا من اتخاذ الحرص ومن أخذ التمايم، وهذا لا يجوز. إن كان يحتاج القرآن من أجل أن يقرأ في سفره، يأخذ يستصحب المصحف معه من أجل أن يقرأ فيه في سفره، هذا شيء طيب، أو ليهديه إلى أخيه، هذا شيء طيب. ما إن كان يأخذه لأجل الحفظ كما يقول، هذا عمل غير مشروع، وربما يخل بالعقيدة، لأنه من اتخاذ الحروز وتعليق التمايم. نعم. هذه رسالة وصلتنا، يقول فيها السائل: فضيلة الشيخ، في الوقت الحاضر كثر الاستماع من بعض الناس إلى الأناشيد الإسلامية، فما موقفنا من هذه الأناشيد؟ هل هي غنية عن بقية الاستماع إلى ما حرم الله؟ هذه الأناشيد يسمونها إسلامية، ليست إسلامية، لأن الإسلام لم يشرع لنا الأناشيد، وإنما هي نوع من الأغاني، هي نوع من الأغاني، وأيضا هي تكون بأصوات جماعية وفيها تلحين وفيها تطريب، ربما تكون بأصوات غلمان وناس صغار، يكون فيها فتنة، فيها شر. والغالب أن هذه الأناشيد إما أن تكون عند الصوفية الذين يتخذونها عبادة وذكرا لله سبحانه وتعالى بزعمهم، قربون بها إلى الله، وإما أن تكون عند الحزبيين يدعون إلى حزبهم ويتخذونها شعارا لهم. على كل حال، البعد عنها وعدم استعمالها لا شك أنه أبرأ للذمة وأسلم من الإثم. أما إنشاد الشعر، إنشاد الشعر الطيب والمفيد بصوت واحد، منشد واحد، لا بأس بذلك، كان يفعل عند الرسول صلى الله عليه وسلم. في فرق بين الإنشاد والأناشيد من عدة وجوه، وكذلك الإنشاد وقت الملل والتعب من العمل، إنشاد الذين يشتغلون ينشدون لأجل يتنشطون على العمل، كما كان الصحابة ينشدون ويرتجزون وهم يبنون المسجد النبوي لأجل أن ينشطوا على ذلك، لكن لا يكون بأصوات جماعية ومنغمة مثل ما هو الآن، ولها نظام خاص. وكذلك الإنشاد للحدو الإبل لتسير في الليل تتبع الراعي، هذا أمر لا بأس به. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أيضا من أسئلته يقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ إلى التردد على الأضرحة والدعاء عندها، وهل هذا يخل بعقيدة المسلم عندما يتردد على هؤلاء الأضرحة وما بها يقول من الأولياء وغيرهم؟ لا شك أن هذا عمل باطل، التردد على الأضرحة بقصد التبرك لأصحابها والاستغاثة بهم وطلب الحوائج منهم، أن هذا شرك أكبر والعياذ بالله، أو الطواف بها، هذا من الشرك الأكبر، ودعاء غير الله عز وجل. وأما زيارتها
الوجوه الشرعية لأجل الدعاء للأموات والاستغاثة بهم، لأجل الدعاء للأموات لا لأجل الاستغاثة بهم، وإنما لأجل الدعاء لهم. هو لا يدعوهم وإنما يدعو لهم لأنهم بحاجة إلى الدعاء، هذه مشروعة قد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال زوروا القبور إنها تذكر بالآخرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور ويدعو للأموات ويسلم عليهم، هذه مشروعة. فرق بين الزيارة المشروعة والزيارة الممنوعة. وأما قوله أنه يدعو عندها أو يصلي عندها، هذا أيضا محرم لأنه وسيلة إلى الشرك، لأن الدعاء والصلاة تكون في المساجد وفي الأمكنة الخالية من القبور، وأما القبور فلا يدعى عندها ولا يصلى عندها، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين القبور على المساجد، أو متخذين القبور مساجد، يعني يصلون عندها وإن لم يبنى عليها. إذا بني عليها مساجد صار الأمر أشد وأخطر، وهذا من فعل اليهود والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، صوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله سبحانه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ننتقل إلى رسالة وصلت من المدينة النبوية من الأخت سهيل، تقول: فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين التوكل على الله واليقين بالله؟ التوكل على الله هو الاعتماد بالله عز وجل، وأما اليقين بالله هو الاعتقاد الصادق الذي لا يخالطه شك. والإيمان بالله عز وجل هو اليقين بالله، هو الإيمان بالله عز وجل. نعم. تسأل عن صفة التسليم في الصلاة، هل يسلم الشخص إذا التفت جهة اليمين مثلا، أم يبدأ بالسلام وهو مستقبل القبلة ثم ينتهي بالسلام جهة اليمين وهكذا؟ يسلم حال الالتفات يمينا وشمال، حال الالتفات يسلم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هذه رسالة وصلت من سائل يقول: أسمع عن هجر القرآن، كيف يكون ذلك؟ وهل المسلم يختم في الشهر أم في الأسبوع أم في الأيام؟ الهجر هو الترك، هجر القرآن تركه، وهو أنواع: هجر التلاوة لأن لا يتلو القرآن ولا يقرأ القرآن، هجر التدبر يقرأ لكنه لا يتدبر، هجر العمل بالقرآن، هجر الاستدلال بالقرآن كما عند علماء الكلام وعلماء المنطق الذين يتركون الاستدلال بالقرآن ويعتمدون على الأدلة العقلية بزعمهم. فالهجر أنواع وكلها محرمة وبعضها أشد من بعض، وعلى المسلم أن لا يهجر القرآن. قال الله جل وعلا: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجره يشمل هذه الأمور، وعلى المسلم أن يرتبط بالقرآن يوميا ويجعل له حزبا من القرآن يقرأه في صلاته أو في جلوسه، فلا يمر عليه يوم إلا وقد قرأ حزبا من القرآن من أجل أن يختمه في النهاية ويأتي على القرآن كله. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل مصري مقيم بالرياض يقول: فضيلة الشيخ، ما هي الطريقة الصحيحة للاغتسال من الجنابة، وهل يكفي الوضوء عند الاغتسال فقط؟ الطريقة الصحيحة ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم باغتساله، أنه كان يستنجي أولا لغسل الفرج، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على جسمه ويغتسل بالماء 3 مرات، يبدأ برأسه يفيض الماء عليه حتى يرويه، ثم يفيض الماء على سائر جسمه 3 مرات، هذا هو المستحب والأكمل. وإن اقتصر على مرة واحدة تعم الجسم كله ولا يبقى منه شيء أجزأ ذلك. نعم. أحسن الله إليكم، هذه الأخت ميم ميم ألف تقول: ما حكم النذر في الإسلام؟ فقد مرض طفلي ونذرت بأن إذا شفاه الله أن أذبح 5 من الخرفان، وأنا فقيرة ولا أستطيع، وشفي الطفل، فما الحكم في ذلك؟ مأجورين. الدخول في النذر مكروه، لا ينذر الإنسان، لأنه إذا نذر أحرج نفسه، قد ينذر شيئا كثيرا ولا يستطيعه فيحرج نفسه، وهو في عافية من الأول، عليه أنه يفعل الخير، الصدقة بالصلاة بالصيام بغير ذلك بدون نذر. قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. المسلم يفعل الخير بدون نذر، وأما أنه يترك الخير حتى ينذر فهذا بخيل، ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الوفاء بالنذر، هذا إن كان النذر
نذر طاعة وجب الوفاء به. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال تعالى: يوفون بالنذر. وقال تعالى: وليوفوا نذورهم. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. إذا كان النذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء به، وإن كان نذر معصية حرم عليه الوفاء به. قال صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وما ذكرته السائلة من أنها نذرت أن تذبح عددا من الغنم إذا شفي ولدها وقد شفي، يلزمها النذر، يلزمها الوفاء بالنذر إذا كانت تستطيع ذلك. فإن لم تستطع كله إنه يبقى في ذمتها، وإن استطاعت بعضه تنفذ ما استطاعت، والبقية تبقى دينا في ذمتها حتى تستطيع. نعم. لماذا يا فضيلة الشيخ بعض الناس يلزمون أنفسهم بهذه النذور؟ يرون أن فيها خيرا وأنها هي اللي تسبب لهم جلب الخير أو شفاء المرض، وهذا غلط. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت باسمة تقول: بنت أختي لا تنام إلا في حضني، وعمرها الحقيقة متقدم، هل يجوز لها ذلك؟ الجواز يجوز لها ذلك، ربما أنها تستوحش أو أنها تنام في حضنك لأجل أن تأنس، هذا أمر جائز لا بأس به. نعم. تقول: الاستغفار بنية الرزق الأطفال والذرية الصالحة، هل فيه شيء؟ شيء مطلوب ومشروع. يقول: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يؤتي كل ذي فضل فضله، ويقول: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ولا تتولوا مجرمين، ويقول: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قال نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار سبب لجلب الأرزاق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، بعض المغسلين أو المغسلات للموتى بعد تغسيلهم لهذه الأموات يذكرون حال الميت للناس وفي مجالسهم وما هم عليه من الخير أو الشر، هل يجوز مثل هذا؟ هذا لا يجوز، وهذه أمانة، والمطلوب الستر على المسلم حيا وميتا، وهذه أمانة وسر لا يجوز لهم أن يفشوها، لأن هذا فيه إساءة إلى الأموات. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. رسالة أخرى وصلت من سائل للبرنامج يقول: بالنسبة للصلاة على الراحلة، هل لابد أن تكون الراحلة تسير إلى القبلة؟ صلاة على الراحلة فيها تفصيل، صلاة النافلة، صلاة الليل لا بأس صلي على الراحلة، كان صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته صلاة الليل أينما توجهت به راحلته لأجل أن لا يفوت الخير على المسلم. وأما صلاة الفريضة فلا تجوز على الراحلة إلا عند الحاجة أو الضرورة، لأنه صلى الله عليه وسلم ما صلى على الراحلة صلاة الفريضة إلا لما كان المطر يهتف من فوقهم والأرض تمشي من تحتهم، تقدم وصلى بهم على راحلته وهم على رواحلهم في هذه الحالة خاصة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو عبد الله يقول: في ليلة ممطرة في الشتاء اشتد المطر في قريتنا نزول هذا المطر غزيرا ولم نجمع ذلك اليوم، وفي صلاة العشاء نادى المؤذن: صلوا في رحالكم، هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك أو الصحابة، وما الضابط في الجمع؟ الضابط في الجمع بين المغرب والعشاء إذا كان هناك مطر ينزل ويبل الثياب أو كانت الأرض دحضا وماء وطينا بعد المطر، إنهم يجمعون بين المغرب والعشاء. وأما المنادي فيقول صلوا في رحالكم، هذا شيء فيه غرابة، وأيضا هذا الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا في السفر، إنما فعل في السفر أو نادى به ابن عباس رضي الله عنهما. الحاصل أن هذا لا يلجأ إليه، إنما يكفي الجمع بين المغرب والعشاء. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ عامر من الإمارات يقول: هل الأضحية واجبة أم سنة، ومن هو المكلف بالأضحية؟
الأضحية، وهل تعمل في كل سنة؟ الأضحية لا تجب إلا بالنذر، وإلا فهي الأصل مستحب، الأصل مستحبة وسنة مؤكدة على الموسرين، وتتكرر كل سنة، الأفضل أن تتكرر. وإذا فعلها أو لم يفعلها، لا فعلها بعض الأحيان أو لم يفعلها أصلا، ليست بواجبة، وإن فعلها ففيها فضل عظيم، خير كثير، ويداوم عليها كل سنة لما فيها من الخير لأهل البيت وإقامة الشعيرة وإحياء السنة. لكن تكون في البيوت، لأن بعض الناس الآن تساهلون في الأضاحي، إما يروحونه للخارج، والخارج يرسل له صدقات وتبرعات، أما السنة فتطبق وتعمل في البلد وفي نفسه البيوت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، يجب أن يحصل أثرها على أهل البيت ويفرحوا بها ويقيموا هذه الشعيرة في بيتهم، هذا هو المشروع. نعم. يقول عند الأضحية من الذي يمسك عن الحلاقة والتقصير وأخذ شيء من شعره، هل هو المضحي أم الأولاد؟ المضحي، أما المضحى عنه فلم يرد أنه لا يأخذ شيئا من شعره. من أراد أن يضحي، كذا لفظ الحديث، من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي، وأما المضحى عنه فلا دخل له في هذا. نعم. يقول قرأت في أحد المقالات بأن في ظهر يوم الأربعاء دعوة مستجابة، هل ورد ذلك مأجورين؟ لا أعرف لهذا أصلا، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا يوم الأربعاء فاستجيب له صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة يوم الأربعاء وفي غيره. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول يا فضيلة الشيخ، أيضا أسأل عن قضية تثويب الطعام، وهو أن يقول الشخص اللهم اجعل ثواب هذا الطعام لفلان الميت. نعم، لا بس الصدقة عن الميت، طعام أو بر أو حبوب أو ثمار أو تمر أو كسوة أو دراهم، صدقة عن الميت مستحبة وفيها أجر عظيم ويصل ثوابها إلى الميت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، أخذت من بعض المساجد مصحبا لأقرأ فيه، وهو عندي الآن ما زال في البيت، هل علي شيء في ذلك؟ نعم، يجب عليك أن ترده إلى المسجد الذي أخذته منه، لأنه وقف على المسجد والوقف يبقى في مكانه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل من المنطقة الجنوبية، فضيلة الشيخ، على لساني دائما لفظ طلاق، أدخل علي الطلاق أن تدخل، وأنا لا أقصد بذلك طلاق زوجتي، ولكنني تعودت على هذا اللفظ، هل آثم وهل علي شيء في ذلك؟ نعم، استعمال هذا اللفظ لا يجوز، تساهل فيه، لا تعود لسانك على ذلك. أما ما وقع منك وأنت متزوج، هذا تراجع فيه المحكمة الشرعية عندكم، أو تأتي لدار الإفتاء في الرياض وتسأل عن هذه القضية. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل أحمد يقول، أعطاني أبي رحمه الله ما يقارب من 40,000 للمساهمة منه في بناء مسجد، وأعطيت منها 10,000 لإمام المسجد ليتزوج لأنه فقير وليس عنده وظيفة، هل أعيد 10,000 للمسجد؟ نعم، أنت أخطأت في هذا، تصرفت في غير ما أوصاك به والدك، والواجب أن تنفذ الوصية كما أمر الموصي، فأنت تغرم هذه 10,000 تجعلها مع المبلغ المخصص للمسجد. نعم. أخيرا فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول، ما خطر نقل الشائعات في زماننا الحاضر، وما هي خطورة ذلك على المجتمع؟ الشائعات التي فيها إضرار بالمجتمع ونشر للعداوة بينهم، تكون الشائعات غيبة، قد تكون نميمة، قد تكون إرجاف. قال تعالى، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالمسلم يتثبت في الأمور ولا يشيع الأمور ويكتم ما يبلغه من الأخبار، إذا كان في إفشائه ضرر على الناس أو على نفسه يكتم هذه الأمور، إشاعة هذه الأمور حتى في الحوادث، حتى في الحوادث التي تحدث في المجتمع لا يتناقلها الناس ويرهبون بها من لم يسمع بها. قال الله جل وعلا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالحاصل أن هذه الإرجافات والشائعات أمر محرم. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن